نعم، صحيفة معاريف الإسرائيلية أوردت نقلاً عن تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أن المجند المصري خطط للهجوم بدقة. إن بيان الجيش الإسرائيلي بيقول إن كان فيه بالفعل عملية تهريب على بعد 3 كيلو في نفس التوقيت اللي حصلت فيه العملية. يعني معنى كده إن بيان الجيش المصري صحيح 100% وإن الإعلام الإسرائيلي ليه توجه معين أو عايز ياخد الموضوع ده في اتجاه معين. وذكرت معاريف في خبر نشرته اليوم أن المجند المصري مشى مسافة 5 كيلومترات من موقعه في الأراضي المصرية في ظروف تضاريس صعبة. الحاجة التانية اللي عايزين نركز عليها، هل قوات الدعم لما تتصل بحد وتنتقل من مكان لمكان تاني الجندي هيفضل في نفس المكان؟ من وجهة نظري إن مفيش مواطن مصري أو عربي غير على دينه وبلده مش فرحان بخبر زي ده. من جهته أوضح المتحدث العسكري المصري خلال مطاردة رجل أمن مصري لمهربي مخدرات، الموقف اللي حصل قدامكم ده يا جماعة هيتكتب بحروف من ذهب في سجلات التاريخ المصري والعربي. الشهيد بإذن الله اللي عمل العملية دي هيفضل اسمه يتردد على مدار التاريخ المصري والتاريخ العربي. من امبارح كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن الحادث اللي حصل على الحدود المصرية الإسرائيلية، وتقريبا كل الإعلام الإسرائيلي عايز يودي الموضوع في اتجاه معين ان دي عملية مش حادث. والاغرب بقى جماعة من كل ده ان الحكومة الاسرائيلية بنفسها اعترفت ان بالفعل كان في عملية تهريب على الحدود المصرية الاسرائيلية. كمية تصريحات غير مبررة بالمرة، ايه الهدف من التصريحات دي؟ وليه في التوقيت ده تحديدا العملية دي حصلت؟ وليه الحكومة الاسرائيلية بتدعم تهريب المخدرات اصلا على الحدود المصرية؟ اسئلة كتير بتشغل الرأي العام بخصوص الموضوع ده، كان لازم نطلع ونعلق عليها مع حضراتكم في حلقة النهاردة. علشان ما طولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. مبدئيا كده يا جماعة حابب أبدأ مع حضراتكم بتنويه مهم جدا، إن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للجندي المصري مش هو الجندي اللي قام بالعملية. بمعنى أصح يا جماعة إن على الحدود المصرية الإسرائيلية بيبقى فيه قوات شرطة، وده طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، وأكيد حضراتكم عارفين التفاصيل دي. فكان لازم التنويه قبل ما نخش في تفاصيل الموضوع. طب ايه بقى اللي بيحصل على الحدود المصرية الإسرائيلية؟ ببساطة كده يا جماعة، في بعض تجار المواد المخدرة بيستغلوا الحدود المصرية الإسرائيلية ويحاولوا يهربوا مواد مخدرة بمساعدة من الجيش الإسرائيلي. فطبعا في جنود مصريين بيبقوا واقفين على الحدود ورصدين الكلام ده، وكمان بيبقى في بلاغات مسبقة عن تحركات زي دي، فدور الجندي اللي موجود هنا ان يمنع الضرر على اهل بلده. المهم تم رصد مجموعة من المتسللين وكان بيحميهم الجيش الاسرائيلي، فالجندي المصري اشتبك معاهم، واثناء الاشتباك بدأ يتخطى السياج الامني ودخل داخل الحدود الاسرائيلية، وحصل الاشتباك فقتل جندية وجندي. والرواية اللي بنحكيها لحضراتكم دي من بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة. لكن الجانب الإسرائيلي ما كانش عاجبه التصريحات دي، بدأ يروج فكرة، وتقريبا كل الإعلام الغربي بيتكلم بنفس الطريقة، بيقولوا إن الشخص اللي اقتحم الحدود ده وعمل العملية هو شخص مخرب مش جندي كان واقف على الحدود وبيحمي أرضه ووطن. والكلام اللي بقوله لحضراتكم ده تحديدا صادر عن التحقيقات اللي اجرتها قوات الامن الاسرائيلية. خلينا نتجاوز النقطة دي ونقف عند نقطة مهمة جدا، لان هرجع قدام شوية لنقطة مخرب وتسليط الاعلام على النقطة دي تحديدا. القوات الاسرائيلية في البيان اللي اصدرته قالت ان الشخص اللي اقتحم الحدود دي ملهوش علاقة بالعمليات اللي كان بيتم التهريب فيها للمواد المخدرة، لان دي كانت تبعد 3 كيلو عن مكان الواقعة. والاشتباك لما حصل حصل منفرد بين الجندي والجندية اللي توفوا. فبعد كده القوات الإسرائيلية لما حاولت تتواصل معهم وتبدأ تتحرك، راحت قوات دعم عشان تستكشف الموضوع وتشوف ايه اللي بيحصل هناك. على حد قولهم انهم لما راحوا هناك لقوا الجندي المصري داخل العمق الإسرائيلي واشتبك معهم وقتل واحد وأصاب واحد تاني. وهنا معلش يا جماعة انا عايز اقف مع حضراتكم عند نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولى إن بيان الجيش الإسرائيلي بيقول إن كان فيه بالفعل عملية تهريب على بعد 3 كيلو في نفس التوقيت اللي حصلت فيه العملية. يعني معنى كده إن بيان الجيش المصري صحيح 100% وإن الإعلام الإسرائيلي ليه توجه معين أو عايز ياخد الموضوع ده في اتجاه معين. الحاجة التانية اللي عايزين نركز عليها، هل قوات الدعم لما تتصل بحد وتنتقل من مكان لمكان تاني الجندي هيفضل في نفس المكان؟ يعني بمعنى أصح على حد ادعاهم اللي هم 2 عساكر، قوات الدعم دي في دقايق كانت في نفس المكان فالجندي اشتبك معاهم؟
اعتقد يا جماعه ان في ملابسات كتير للحادث ده لسه ما ظهر، لكن من وجهه نظري ان الروايه الصحيحه والاقرب للصواب هي روايه المتحدث الرسمي للقوات المسلحه. واعتقد ان في بعض الايادي الخفيه بتحاول جر مصر باي شكل من الاشكال لاشتباك مباشر. وهنا بقى هقف واتكلم مع حضراتكم عن بطوله الجندي المصري اللي قام بالعمليه دي او الحادث ده. ايا كانت الملابسات يا جماعه، فالراجل ده كان واقف على الحدود بيحمي بلده وشرفه وعرضه. لما شاف ناس بتحاول ليه تخترق الحدود وتضر باهل بلده، عمل اللي يمليه عليه ضميره واشتبك مع الناس دي، ونحتسبه عند الله شهيدا. وهنا هرجع مع حضراتكم عند نقطه في غايه الاهميه. هم ليه الاعلام الاسرائيلي والاعلام الغربي، انا هنا ما بتكلمش عن اسرائيل بس، بيتكلموا ان ده شخص مخرب، وعايزين يوجهوا الراي العام ان دي عمليه مش حادث. ببساطه كده يا جماعه، هي دي الرساله اللي عايزين يوصلوها للغرب. عايزين يوصلوا ان العرب هم مخربين، العرب هم دعاة للإرهاب، هو ده اللي هم عايزين يعملوه. أنا بتكلم مع حضراتكم هنا جماعة عن مواطن مصري، وقبل ما يكون مواطن مصري فهو مواطن عربي وشايف معتدي وجاي على بلده وعمل الإجراء اللازم. من وجهة نظري إن مفيش مواطن مصري أو عربي غير على دينه وبلده مش فرحان بخبر زي ده. كم واحد من إخواتنا في دولة فلسطين بيموت يوميا؟ كم واحد من إخواتنا في الوطن العربي ماتوا على ايدي الناس دي؟ الموقف اللي حصل قدامكم ده يا جماعه هيتكتب بحروف من ذهب في سجلات التاريخ المصري والعربي. الشهيد باذن الله اللي عمل العمليه دي هيفضل اسمه يتردد على مدار التاريخ المصري والتاريخ العربي. فبعد اذن حضراتكم يا جماعه، في بعض المنابر الاعلاميه وللاسف عربيه بتحاول التقليل من اي شان عربي. وهنا هرجع مع حضراتكم وهتكلم في نقطه في غايه الاهميه عن اللجان الإلكترونية اللي بتحاول تخش تعمل فتن في الموضوع ده، ويبدأوا يدسوا السم في العسل ويكتبوا كومنتات من نوعيات معينة عشان يوجهوا الرأي العام في اتجاه معين. هم عايزين يعملوا فتنة بين الشعوب العربية، مش عايزيننا على قلب رجل واحد، مش عايزين المصري يحب الفلسطيني ولا السعودي ولا الأردني. وانا هنا بتكلم والناس اللي متابعاني من زمان عارفين اللي انا هدفي في المقام الأول هو الوحدة العربية ضد الفرقة وضد البعد، حتى لو اختلفنا مع بعض في وجهات النظر. عدونا واحد ومعروف هو مين. انا بقول كلمه حق ابتغاء مرضات ربنا، ولا اخشى في الله لومه لائم. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. تعليق حضراتكم ايه على العمل البطولي اللي قام بيه الجندي المصري على الحدود المصرية الإسرائيلية؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم إسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.